طويلة طويلة تتلعب بالكرة باتجاه اللاعب رقم 11 اللي يتوغل والهدف الثاني يعني بهتة دفاعية بهتة في دفاع نادي الرياضي الشرقي تمكن على اثر اللاعب رقم 11 من تعديل النتيجة اللي يلقى روحه راس طويلة طويلة تتلعب بالكرة باتجاه اللاعب رقم 11 اللي يتوغل والهدف الثاني تتنفذ والحكم يعلن عن ضربة جزاء أخرى بالهدفين وهي النتيجة الحاصلة إلى حد الآن. كان تتلعب الكرة لصالح الملعب الجيبسي أكرم بنزيسي يلعب الكرة لأريال كونان ومحمد أمين يشوف الإعادة هذا كونان الكرة اللاعب أيمن محمود بالرأس لأنه لعب الفيلم ما لمسش الكرة هذه عملية ممتازة من كونان أريال كونان يدخل داخل منطقة الجزاء يربح ركنية ما فماش مخالفة في ضربة الجزاء عبد السلام حسين منصور هيثم بن سالم فدي العرفاوي اسماء غادرت والكره لصالح المقري وسط الميدان ترجع من حمزه بن حسين والكره تاع بلال بن مسعود ويدخل ايمن محمود ممتازه يعطي كره لكونان اريال كونان اريال كونان يلعب مع ايمن محمود ايمن محمود يرفع الكره ومع الحكيم قمش والكرة تتواصل خالد المليجي يلعب الإيزاكا أبو دو يتخلص من المدافع يوزع والحارس ما يخلصش الكرة تبقى عند أريال كونان أريال كونان يرجع بالكرة لأيمن محمود أيمن محمود على مستوى التوزيع والرأي فاز في زوج مباريات تعادل في زوج وانهزم في زوج مقابلات لهجوم الملعب الجيد والمخالفة حصل عليها أريال أمين يلعب اليوم أول مباراة كأساسي أريال بلال بن مسعود ما تعداش كورتي أحمد ميدا والتدخل يجيب ثم مخالفة رجع على الحكم بكل صراحة كان ثم مريق اتحاد بالجردين أمام السبيدة نعرفوا الإطار الفني الجديد لقى نفسه في هذه المباراة نتبعوا العمل إيزاكا أبو دو موزيس عنده الكرة يحاول يتقدم بها مهمة في هذا الموسم والكرة بالشدة وقوية فريق الملعب الجيبسي يشوف وهي الإعادة خارج المناطق خارج الكرة تعود للملعب الجيبسي من الجهة اليسار كونان ما ياخذهاش الكرة ترجع مباشرة لاتحاد بن قردين ثم من جديد الملعب الجيبسي الهجوم المعكس كونان في اتجاه إيزاكا أبو دو إيزاكا أبو دو يتمكن باش ياخذ الكرة أبو دو أمام المدافع بهاء السلامي وتتواصل العملية للملعب الجيبسي على الدين قمش يعمل كذلك المراوغة والحلول مع صابر خليفة إذا مباراة واعدة منتظرة بالطبيعة المنوشية داخل منطقة الجزاء وترجع الكرة ترجع تخرج من دفاع الملعب الجيبسي التدخل كان أريال كونان من جانب الملعب الجيبسي لكن الإفريقي بسهولة يقطع الكرة في وسط الميدان والحلول تمر كذلك عبر المرات مباحثة أيضا إضافة وحلول لزملائه خاصة إبن ملعب الجيبسي بحث عن التواصل على الجانبين خاصة مع تواجد مروان سيج وأيضا محمد أمين النفسي بالمعدل الهجومية الكرة دائما لصالح الملعب الجيبسي الركنية الركنية تشكيلة النادي الإفريقي كتعويض وتغيير اضطراري بسبب الإصابة لإبراهيم الشنيحي تعدد المخالفات عبر الأجنحة باش يكون الإعلان الرسمي على المدرب الجديد للإفريقي هذه الكرة قبل هذا التصويبة التصويبة جد منتصر نوحيشي على رأس الإطار الفني للإفريقي في قادم الجولات وكاد يكون هدف التعادل كاد يكون هدف التعادل قيمة ثابتة من الجهة اليسرى
ما كانش في القايمة. خالد الغرسلاوي كرة داخل منطقة الجزائرية، كونان يمشي، كونان يصوب الكرة في دينة خيلي. إن كونان تاج أريال كونان المتابعة من لاعب تشيلسي بالكو بلا التعديل والتغييرات مستمرة بالطبيعة، سواء ماهر الكلزاري أو الذي يغطي الكرة الإفريقي وذلك حتى صحبة الإفريق وتعود الكرة. أريال كونان تاجر مروان تاج وصل الميدان لسامة بن يحيى لمعتز الزمزلي، معتز الزمزلي عنده الكرة يحاول يتحدى مروان تاج لا يقطع له. أريال كونان في تأكيد أنه المعطى على مستوى الإشاعة الهجومية وأيضا قبل برشا أهداف بالمقارنة مع المواسم الماضية. عاد بعد مباراة كبيرة أمام مازيمبي مع أحمد حسني مع هشام السيفي مع يوسف الفزاعي وأيضا أيمن محمود. كرة دائما من الملعب الجيبسي، تخرج الكرة داخل منطقة الجزاء ويختلط على الكرة فخر الدين الغرسلاوي. خلدون منصور التمير، كرة في العمق موجود أريال كونان، كونان ينطلق على الجهة اليسرى، أريال كونان التمهيد داخل منطقة الجزاء يسكع أبو دو وماذا يقول أمير بن عمر؟ بن عمر إلى ألكالي بانجورا وزيع الكرة على ألكالي بانجورا يربح أريال كونان. أمامكم عصورة أريال كونان. لا هذا الزرقاء مدرب حراس الملعب الجيبسي بطبيعة الحال من الأسماء أيضا اللامعة. لاني يا ابن مساكني تمشي يفتح نحو حمزة الأحمر لكن تقطع للزايدة في هجوم عكسي زكا بودو الغني خطير إزكا بودو يمهج زكا خطير الكرة للملعب الجيبسي في منطقة الجزاء وفما مخالفة، فما مخالفة للملعب الجيبسي. كان هجوم خطير هجوم معاكس يعني وقفوا بالمسك في الكرة الأخيرة. حمدي النجاز انذار لمدافع النجم الليبي مرعي المصري في الهجوم يدير المباراة. الحكم ترجع الكرة هجم عباس لمسة واحدة إلى أريال كونان، كونان تمشي الكرة لمروان تاج، مروان تاج يرجع الكرة لهي السوسة. تغيير وحيد قبيل النجم الرياضي الساحلي، خروج محمد أمين بن عمرو دخول أيمن النوارة. العامري يوزع الكرة بالراس من خلف المنصور تمشي لأريال كونان. خالد خمسة ستة ملاعبية من الملعب التونسي ترجع من الدفاع في مراول يحاول يعكس الهجوم، ما فما حد الانطلاق بسرعة من كونان وفما مخالفة أكيد. الحكم صدق السامي كان قطعة طبعا. أريال كونان طويلة الكرة وتغطية موجودة من دفاع البقلاوة والمخالفة، المخالفة للملعب كونان. أريال في العملية الأخيرة المخالفة للصيدة. نعود ونقولها يعني وقت تكون النقطة واضحة نقولوا رأينا بكل تجرد وموضوعية. هذه كرة خطيرة والمخالفة للصيدة خطيرة رغم المطالبة بعض المشاكل على مستوى النتائج رغم القيمة الفنية والقيمة يعني قيمة المدرب ماهر الكنزاري المدرب اللي صنع أجيال في كرة القدم التونسية. فزيع ياخذ الكرة جاك بيسون على اليمين محمد بن علي هو التدخل من أول شيء اليسرى والموجود مروان تاج، مروان تاج ينتظر المساعدة توصل الكرة لإيزاكا وبودو. تبقى الكرة توزيع في منطقة الجزاء والمطالب من محمود الطويلة لكن بالزر من بسام البلعابي. بالتأكيد سنعيد المشاهدة، كانت توزيعة من جانب كونان أريال ضربت في المكرم البديري نفذ كرة ياخذها مروان تاج بالرأس مرة أولى كونان مرة ثانية وليد ريتي كانت من هاجم عباس ممتازة. تمشي كرة كونان يعمل ترويض بالصدر للكرة ويقطعها زاوي يعمل مراوغة إقبالها مرة أولى تمشي إلى اللاعب كونان الكرة إلى حسين المسعدي ترويض خطأ للكرة ياخذها موزيس تمشي إلى أريال كونان يعطي كرة إلى مروان نتاج. مروان تاج كونان من جديد، كونان من جديد يحاول يراوغ بين زوج ملاعبية من ملاعبية الاتحاد يراوغ ممتاز ويربح الخطأ يربح الخطأ. اللاعب رفيق كافو تاع موزس تمشي كونان في هذا الهجوم لفريق ملعب الجيبسي تمشي للاعب إيزاكا أبو دو وسط الميدان في تشكيلة الملعب الجيبسي جهة اللاعب أريال كونان. أريال كونان ترجع كرة من جديد اللاعب مروان تاج عملية واحد اثنين لكن مع كرم بن سيسي يطول الكرة إلى اللاعب أنان أريال أنان. أريال أنان يحاول التسرب ولكن كالعادة زيد المشموم وكونان أريال كونان زيد المشموم الكرة على الشيء اليسرى لمسة ترجع له خالد المليت. خالد المليت إلى أريال كونان ويربح المخالفة يربح المخالفة في نصف منطقة الترجي الرياضي التونسي. أريال كونان خرج المباراة في أهداف
يتمتعوا بالكرة واللي يربح تحت. صحيح، والكرة أهداف، والأهداف بالطبع هي نكت كرة القدم. المحاولة والكرة جانبية، محاولة في تذليل الفارق من جانب كونان في تركيبة المدرب ماهر الكنزاري أريال كونان. نشوفه في مجهود فردي في المحاولة الأخيرة، الكرة ديفي وركنية لصالح الملعب. انطلاق المباراة بداية كنا ممتازة للاتحادين هدف مقابل السبر كرة من ياسين بوفارغا، يتمكن من الاحتفاظ بالكرة. موزيس أركوما مع أريال كونان، 31 مع موزيس، واحد يضرب على المريول متاعه، وهذه الكرة تنفذ من أيمن بن محمود طويلة، الصعود من أريال ثم كنترول بالراس ويتعدى عيسى. كابدو، عيسى كابدو في منطقة 18، بحال على المساندة تسديد أريال في مرة أولى ثم مرة ثانية. شنو يعمل أريال مع الدفاع؟ أريال كونان تباطا وعرماه والحارس وين بريك. وفي هذه الفرصة ينهي بطبيعة الحال سيل بن خواص عند الشوط الأول. 45 دقيقة لعب بين الاتحاد والملعب الكيبسي، لما كان وجه لوجه مع إيزاكا أبدو، كرة تعود لأريال كونان في مرة أولى ثم مرة ثانية. الطبوبي ثم المخالفة واضحة، المخالفة واضحة بين محمد أمين بن إسماعيل، تمشي وسط الميدان إلى موزيس أركوما، لمس مباشرة إلى كونان، كونان يعود إلى موزيس، يخف على الملعب كيفسي والتنفيذ الكرة على مستوى القائمة الثاني لأحمد أبيتا، وطويلة في اتجاه إيزاكا ولكن تدخل. هذه اللي عادت ضربة الركنية رأسية إيزاكا، يبين سواء في صنع اللعب أو في الكرة الثابتة أو الكرة تستحق الذكر، كانت في عمل فردي لكونان اللي راوغ قريب في المنطقة، مر لإيزاكا اللي كان في موقع تسلل، خلف احتياجات كبيرة من لاعبي الصيدة على اللقطة. خليل البلدي اللي أحدث حركية كبيرة في المقابلة كاد مرة أخرى يفتح النتيجة من تصويبة من خارج 18 متر لكنها مرت عالية. كورة من غرس اللاوي كونان يمر لزكاء اللي ما نجحش في التسجيل، وأريال كونان